بسم الله الرحمن الرحيم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ضيف برو الذي يأتيكم عبر قناتكم ام بي سي برو سبورت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عودناكم في كل أسبوع في هذا البرنامج أن لا نستضيف إلا من يستحق الحديث والظهور في هذا البرنامج الذي دائما نحن نسعد كثيرا في ام بي سي برو سبورت أن نقدم النجوم سواء كانوا داخل الملعب أو حتى خارج الملعب اليوم واحد من النجوم الكبار الحقيقة اللي قدموا نفسهم بشكل مختلف عبر الساحة الرياضية العربية وحتى السعوديه النجم الكبير لاعب نادي التعاون الكابتن القدير جهاد الحسين ابو عمر مساء الخير مساء النور الك لجميع المشاهدين اهلا وسهلا فيك يا اخي تعجبني ابتسامتك انت يا رجل الله يسلمك ما شاء الله جل. تبارك الله ابتسامة جهاد الحسين دائما عريضه حتى وهو معصب داخل الملعب ابتسامة عريضه أين لك هذا اللي ابتسام يا رجل الحمد لله رب العالمين اكيد الواحد الراحه النفسيه لانه نحن نؤمن بالله واكيد هذا اهم شيء وبنعرف انه ابتسامك في وجه في وجه اخيك صدقه، اكيد هاي ان شاء الله تكون لنا النيه ان شاء الله والحمد لله رب العالمين يعني موهبه. ما شاء الله ما شاء الله <applause> الله يدين دائما هذه الابتسامه عليك يا كابتن الله يسلمك الحقيقه مرحبين. نجم تستحق واحنا من الرياض الى القصيم فقط من اجل جهاد الحسين اهلا وسهلا فيك تشرفنا لانك تستحق. يلا نقول بسم الله نبدا وعليه نتوكل مع ماجد راي في هذا التقرير البسيط الذي يتحدث عن جزء بسيط من هذا النجم الكبير المحبوب. وبقيه التفاصيل باذن الله تعالى ستكون معنا عبر هذه الحلقه. من الكرامه السوري الى الكويت الكويتي ومنه الى القادسيه هناك ثم الى السعوديه مع نجران وبعد ذلك في تجربه قصيره مع دبي الاماراتي واخيرا يحط رحاله في نادي التعاون السعودي. هكذا يكتب النجم جهاد الحسين قصة نجاحه متنقلا من محطة إلى أختها، وفي كل واحدة من تلك المحطات يضع بصمته المميزة التي تتذكرها الجماهير هناك وتتحسر على رحيله أيضا. جهاد الحسين والأرقام لها كلمة الفصل في إنصافه حين تحكي بأنه أفضل صانع ألعاب في الموسم الماضي بتسع تمريرات حاسمة. ومثلها في هذا الموسم لحد كتابة هذه الاسطر. جهاد الحسين مرور بالاول بالثانية راح جهاد عمل عرضية راسية. <applause> هذا عن جهاد في وسط الملعب. أما جهاد الهداف فهو ذلك الذي يتبادل الأدوار فطرياً مع مهاجم الفريق فيرد له بعض دينه لترتسم الفرحة على محياه. وإن كانت الأرقام تحكي قصة نجاحات جهاد الحسين الفنية فالمشاهدات.. تروي قصة اخلاقياته العالية وروحه الرياضية المعتادة ليكون نموذجا رائعا للاعب المحترف والمؤثر اينما حط رحاله. شكرا ماجد حياكم الله من جديد اهلا كابتن مرة ثانية. جهاد الحسين والد عمر وعبد الرحمن صحيح؟ صحيح ما شاء الله يخلي لك اولادك الله يسلمك خلينا نبدا كابتن على الاقل من حيث انتهى ماجد رايف في التقرير يعني ما شاء الله تبارك الله هذا الحضور المميز عند جهاد الحسين سواء على المستوى الفني او حتى على المستوى الخلقي والادبي والمهاري يعني اليوم من النادر ان تجد لاعب كره قدم ومع احترامي وتقديري لكثير من اللاعبين ان يتمتع بصفات كثيره مثل ما اللي انت تتمتع فيه الان ما شاء الله الحمد لله رب العالمين اكيد شكرا على الاطراء الجميل هذا اكيد بنقول الحمد لله رب العالمين هذا كله بفضل رب العالمين فضل دعاء الوالدين اللي هن دائما ربونا على الاخلاق الحسنه وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع فينا اكيد شيء بيتطلب مسؤوليه كبيره مثل ما بنعرف انه اللاعب الرياضي لاعب كره القدم بالذات بهذا العصر صار له جماهيريه كثير كبيره صار له تاثير كثير كبير خصوصا على الاجيال الصاعده اللي امتلا حبه لكره القدم امتلا فيهم وهن عم ياخذوا قدوه لاعبة كره القدم ان شاء الله نكون نحن قدوه حسنه ان شاء الله بالتاكيد هذا هذا اللي كنت انا بنطلق معك فيه كابتن هي القدوه الحسنه بالتاكيد التربيه هي لها دور ولكن اليوم ان تتمتع بمستوى فني مميز داخل الملعب وتجمع معها الخلق الحسن اكيد يعني حتى اداء الجهاد حسين داخل الملعب ما شاء الله هو تماما نفس مستوى العطاء الادبي والخلقي اللي احنا قاعدين نشوفه منك فلذلك انا ليش قصدت أن اركز على هذا الموضوع ان اليوم من النادر ان تجد يعني شخص يتمتع بكل هذه الصفات اكيد في على مستوى كره القدم السعوديه في لاعبين كثير بيمتازوا بهذا الكلام بالتاكيد وبنلاحظ انه اللي بيمتاز بهذا الكلام هو راح يكون له عمر اكبر من الملاعب لما تكون منضبط من الناحيه الاخلاقيه ومن الناحيه الفنيه راح تكون معمر في الملاعب شفنا كثير امثله بالانديه السعوديه اكيد هذا شيء مساعد للانضباط الاخلاقي بيكون مساعد لك داخل الملعب وخارج الملعب بيزيد حب الجماهير اليك بيزيد حب الناس اليك وبتكون مثل ما قلت قدوه صالحه للجيل القادم فهذا الشيء بيساعدك وبيعمل لك ريلاكس مثل ما بقولوا بيعمل لك اريحيه نفسيه انه تكون انت دائما هادي دائما ملتزم ممتازم. لانه انت قدوه اخر شيء طيب خلينا نبدا بجهاد الحسين اللي هو جهاد الدوري الكويتي ومن ثم الدوري السعودي وبعدين الاماراتي بعدين العوده للسعودي مره ثانيه أبى اسالك سؤال مباشر بصراحه. صدق. ايش الفرق اولا اللي انت شفته كلاعب كره قدم ما بين تجربتك الكويتيه عبر القادسيه والكويت ومن ثم التجربه السعوديه والاماراتيه؟ اعطيني كذا الخلطه اللي انت شفتها. آه وانت نسيت الدور السوري انا لعبت فيه احنا والس... نتكلم نتكلم كلاعب محترف اكيد انت لاعب كبير في نادي الكرامه لهم كل التقدير والاحترام. الله يسلمك آه اكيد آه شوف آه لعبت ثلاث سنوات في الدوري الكويتي. حققت بطولتين دوري مع القادسيه، بطولة كأس الأمير مع الكويت، بطولة كأس الأمير أيضاً مع القادسيه، وبطولة كأس الاتحاد مع القادسيه، حققت خمس بطولات في الكويت أكيد هذا الشيء كثير ممتاز كلاعب محترف. طبعاً. أكيد إجيت على السعوديه، إجيت على نادي نجران، لعبت موسمين في نادي نجران، الحمد لله رب العالمين قدرت أثبت فيهم إنه اللاعب السوري واللاعب العربي نجح في الملاعب السعوديه. اكيد هذا الشيء اعطى دفعه معنويه لإلي ولجميع اللاعبين السوريين انه تلعب بالدور الاقوى عربيا والامتع والاكثر مشاهده والاقوى اعلاميا من جميع الصفات الدور السعودي يتميز عن بقيه الدوريات في المنطقه بالحضور الجماهيري بالمستوى الاعلامي المتميز في التغطيه طيب بالاداء الفني ركز على موضوع الاعلامي احنا متهمين في الدوري السعودي بان دورينا هو ليس الاقوى وانما هذا هو شعار يردد دائما نسمع كثير من عند كثير من الناس ان الدوري السعودي هو الاقوى لكن لما تجي تسال اصحاب الشان اللي هم اللعيبه او بعض المسؤولين الانديه يقول لك هذه مع الاسف هو شعار فقط رفع الاعلام السعودي بانه هو دورينا هو الدوري الاقوى انت ترى فعلا هو دو هو الدوري الاقوى فنيا انا اتكلم فنيا اكيد اكيد بالمنطقه بالمنطقه اللي احنا موجودين فيها منطقه الخليج ومنطقه شرق منطقة غرب قارة آسيا الدور الأقوى بلا منازع طيب. أزيع. إيش مقياسك للجوانب يعني لما نقول اليوم الدوري السعودي هو الأقوى فنيا إيش مقياسك للأمور الفنية مستوى اللاعبين أداء داخل الملعب انضباطيتهم مستوى المدربين مستوى الحضور الجماهيري مستوى المتعة عند المشاهدين والمستوى الإعلامي فمتوفره جميع الصفات بالدور السعودي مم. ما اقول لك 100% كل الصفات متوفره ولكن اذا بتوفر 90% و95% معناتها انت دوري ممتاز جدا جدا بتوقع ان الدور السعودي انا لعبت الدور الاماراتي لعبت في الدور الكويتي طيب ولعبت في الدور السعودي ما يخالف بس بس ايضا يقال بانه اللاعب المحلي او اللاعب الخليجي مستوى في السعوديه مثل مستوى في الكويت وفي الامارات هذا صحيح ولا السعودي اعلى او ارفع شوف هلا في لعيبه بالكويت والامارات مستواهم من مستوى اللاعب السعودي ولكن لاعبي السعوديين يمتاز انه في كل نادي ممكن تلاقي 10 لعيبه ممتازين. في اي نادي آه الانديه الوسط والانديه الكبيره بتلاقي 10 لاعبين 11 لاعب 12 لاعب على على مستوى عالي آه في الانديه الاماراتيه او الانديه الكويتيه ممكن تلاقي لعيبه على مستوى عالي ولكن <applause> مش بهذا الكم مش بهذا الكم يعني مم. اعتماد كبير في الدور الكويتي والدور الاماراتي على المحترفين عكس الدور السعودي اللي بنلاقي انه اوقات بيغيبوا ثلاث اربع ثلاث محترفين بيلعبوا الفريق محترف واحد وممكن يمشي الفريق ويضل يقدم مستويات ممتازه، مم. ما بقول لك انه لا ما في غنى على المحترفين، لا ما في غنى على المحترفين، ولكن انه ممكن يمشي الامور بدون محترفين، عكس الدوري الاماراتي والدوري الكويتي صعب شوي. طيب لما تسمع جهاد الحسين يقول لك الدوري السعودي آه يعني هذه اللزمه هذه هذه اللزمه الحمصيه، صح يا كابتن؟ عشان نظهر للناس هذه اللزمه أكين. الحمصيه. الحمصيه. ايوه أي اهل الحمصي يعني عندهم كذا لزمه خاصه فيهم. مزبوط كابتن آه يعني بهذا العطاء وهذه الروح وهذا الحضور ما شاء الله المميز اللي انت قاعد تقدمه يقابله بالتاكيد ذهن بالنسبه لك هو ذهن ليس ب ليس بالذهن الصافي بشكل كبير جدا قياسا بالاحداث اللي قاعده تمر فيها المنطقه حتى الوضع السوري اللي احنا كل يوم قاعدين نتعايش معه عبر الاخبار وقاعدين نشوف يعني حجم الدمار والمشاكل اللي قاعده تحصل انت كلاعب كره قدم مستوى فني عالي جدا يقابله بالتاكيد حضور ذهني متابعة للأحداث اللي قاعدة تحصل كيف قادر أنت ما شاء الله عليك توفق بين هذه الأمور وأنت قاعد تشوف يوم بعد يوم الأمور قاعدة تصير بشكل سيء أكيد أن العين لا تدمع وأن القلب لا يحزن أكيد شيء حزين بمر على سوريا ولكن الأمل بالله كبير دائما عنا الأمل بنمشي بالأمل بنقول أكيد المصاب وقع بنقول صبرا على سوريا ان شاء الله تكون رفع درجات لجميع اهل سوريا اكيد شيء كبير شيء مصاب جليل للأمة العربية كلها تا. وخاصة للشعب السوري بنقول الحمد لله رب العالمين نملك لهم انه ندعي لهم انه تكون قلوبنا معهم نساعد اصدقائنا نساعد اهلي نساعد اهليتنا بالكلمه الحلوه بالكلمه الطيبه باي شيء وبالدعاء لهم وبالدعاء الاهم بالنسبه لنا انه الدعاء لهم ونتمنى من الله انه تكون مثل ما قلت لك رفع درجات وهذا الشيء اللي بيهون علينا الموضوع. طيب هل صحيح بان التجربه الاصعب بالنسبه لك هي كانت تجربه نجران؟ الاصعب انا اتكلم. لا ممكن الاصعب بتكون تجربه دبي. امم الاصعب رحت على دور الاماراتي كان في شويه مشاكل عندي انه انا انتقلت شفت كان في مشكله مع نجران انتقلت على دبي انت انتقلت ولا هربت؟ لا لا انتقلت انت لا ما في هروب اكيد انا لو بدي اهرب هذا قرانا احنا في يعني لا بشكل لا كبير لا, لا, لا ما في هروب اكيد انا قعدت مع اداره نادي نجران للامانه قعدت معهم ثلاث اربع مرات طبعا كان في مستحقات ماديه كبيره انا رضيت تقريبا بثلث المستحقات الماديه أعطوني ثلث المستحقات الماديه انا عندي اهل في سوريا انا عندي اولادي عندي بدي اصرف فانا محترف اخر شيء يعني رزقتي من ورا كره القدم قعدت معهم ثلاث اجتماعات وهني وعدوني ولكن ما اوفوا بالوعد تبعهم فقررت انه اخرج من نادي نجران وكانت في عندي عده عروض وكلها كانت يعني باخرها يعني اجاني عده عروض من الامارات اخر شيء اخر عرض ما قدرت حتى بالثلث ما وافقوا حتى بالثلث ما وافقوا بعد ما وافقت وتكلمت مع النادي الاماراتي وقعدت مع النادي الاماراتي واتفقنا انه انه نروح انا على النادي الاماراتي عندما وصلت على الرياض في محطه مثل ما بقولوا انه روح على دبي اتصل في نائب رئيس النادي ما اتصل فيه كمان الا عن طريق وسيط م. نائب رئيس النادي كان تركي الحيدر او كان رئيس اعضاء الشرف ما بتذكر شو كان المنصب تبعه مشان الاماني أه. وعرض علي نص المبلغ ولكن كنت انا مسافر يعني واعطى كلمه ومنتهي موقع يعني نص المبلغ انك تكمل في نجران انه ارجع لنجران وبعطيك نص المبلغ طبعا ما في كلام مباشر كان قلت لك عن طريق وسيط انه ارجع وتاخذ نص المبلغ قلت لهم صار لي عندكم ثلاث اشهر انا ما ما اوفيتوا معي وحقوقك استلمتها؟ لا ما استلمتها الحين الى الان؟ الى الان في مش في رفع دعوه على نادي نجران انه في مستحقات الماديه وهن ما بعرف شو رده إن الفيفا والموضوع في الفيفا موجود كم المبلغ كابتن اللي هو اللي انت كنت تطالب فيه الثلث ولا صرت تطالب بالكامل الان؟ مليون و175 الف ريال مليون و175 وخمسة وخمسة الف, الف, الف ريال. ريال الى اليوم لك مستحقات عند نجران لم تسلم لم تسلم ورفع دعوه قضائيه رفع دعوه قضائيه طبعا بموجب انه هن تاخروا بمستحقات الماديه الفيفا اعطاني الاذن انه العب باي نادي بدي اياه وراحت القضيه تبعيتي لمحكمه النزاعات الدوليه هاي محكمه النزاعات تقضي بالموضوع مثل قضاء محكمه عاديه كم صار لها القضيه هذه الان يعني تقريبا سنتين آه السنه السنتين. سنتين 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 سنتين, سنتين. وحتى الان ما استلمت حقوقك لسه ولا سنة. في اي تواصل بينك وبينهم يعني كابتن احنا بنعطيك نص المبلغ ارجع اسحب قضيتك مره ثانيه لا لا هن هن ما هن ما ملتزمين بالمبلغ ابدا يعني هن ما عم يقولوا انه عليهم حقوق هن عم يقولوا انه نحن اللاعب طلع من, من نادي نجران من عدا اذن نادي نجران فهن ما كان وقتها عقدك منتهي لا ما كان منتهي لا آه. ما كان منتهي ما تخاف ان هذا الامر يصير ضدك؟ لا لا ما بصير ضدي لانه الفيفا دائما في صف اللاعب صف اللاعب, إذا اللاعب صحيح. كان اموره نظاميه قانونيه الحمد لله ربنا انا طلعت بامور قانونيه اعطيتهم بعثت لهم انذار اول وانذار ثاني وانذار ثالث وما استجابوا للانذارات اللي بعثت لهم اياهم وطلعت بشكل قانوني ورحت على نادي دبي ولعبت بشكل قانوني وبعدها اجيت على نادي التعاون ما حد يقدر يعني يعمل لي شيء قانونيا انه عم العب انا ما حد يقدر يعني. بعد نجران التعاون بعد نجران دبي دبي بعدين التعاون بعدين التعاون طيب هذا الموسم الثاني لك مع نادي مع التعاون عم. وانت الان جددت موسم اخر مع نادي التعاون الموسم القادم. جهاد الحسين صاحب ال 31 عام ما شاء الله الله يمتعك بصحه وعافيه 33 انت مواليد 1985 اعتقد لا 82 82 أي المعد ماجد الله يدي معطيني معلومه غلط يقول لي 85 لا بنيت. 82 82 طيب بالعكس المفروض تفرح ان ماجد معطينا عمر غير لك اكبر اصغر شويه. طيب كابتن الى وين تبي توصل انت في 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 كره القدم؟ يعني هو ايش اللي حاطه في بالك؟ وين تبغى تروح؟ شوف هلا الحمد لله رب العالمين اكيد كل انسان له طموحات له شيء بده يحققه بحياته صحيح. الحمد لله رب العالمين بقول انا حققت كثير شغلات بحياتي كويسه في اخفاقات اكيد ما في انسان ما بمر بهاي المراحل ولكن الحمد لله رب العالمين الانجازات اكبر من الاخفاقات بنقول مسيره الحمد لله رب العالمين الى الان مرضيه اوصل انه حقق بطوله مع نادي التعاون صار في طموح كبير لهذا الموضوع طبعا هذا كلام مبني على اسس وليس انه امال آه تمنيات وفقط ولكن مبني على على اسس. ايش هي الاسس في بالك انت كلاعب كره قدم؟ يعني انا بالنسبه لي كاعلامي اكيد لما تسالني عن الاسس بعطيك نظره مختلفه عنك انت كلاعب. أكيد أكيد, اكيد اكيد. انت كلاعب عندك اسس معينه. آه انا شوف انا قعدت لما وقعت مع نادي التعاون طبعا اول جلسه قعدت معهم خمس دقائق وقعنا. خمس دقائق. طبعا خمس دقائق. خمس دقائق. <applause> في بيت عضو الشرف الاخ عبد العزيز الحميد نعم طبعا قبل ما وقع كانوا هني عم يشرحوا شو طموحاتهم شو عم يعملوا للمستقبل ممتاز اقتنعت بالكلام تبعهم كان كلام كثير ايش كان ايش, ايش كان طموحهم؟ طموحهم انه يبنوا فريق قوي ينافس الانديه السعوديه ويصير له اسم في كل المنطقه كان هي طموحاتهم ولكن بالتدريج يعني طبعا هن شغل مؤسسي يعني اي عم عم يقولوا انه نحن امكانياتنا الماديه هاي حدودنا الماديه لازم نشتغل بهي الحدود الماديه ضمن هي الحدود الماديه ولكن شيء مستقبلي يعني ممكن ما مشكله نوصل خمس سنين ست سنين ولكن لازم نوصل اخر شيء الحمد لله رب العالمين هلا أتوقع السنه الثانيه وراح نفوت بالسنه الثالثه الى الان الحمد لله رب العالمين الشيء المخطط له الحمد لله منجز انت جددت الموسم القادم مع التعاون كي. انت تحب تاخذها كل سنه لحالها سنه <applause> كل سنه سنه طيب شو اللي خلاك تجدد سنه قلت لك الامور ماشيه او اقصد عفوا كابتن شو اللي خلاك تجدد مع نادي التعاون؟ الحمد لله رب العالمين امور كويسه في نادي التعاون أه الحمد لله مرتاح من الناحيه النفسيه من الناحيه الفنيه أه املك اصدقاء داخل مدينه بريده اصدقاء مميزين كانوا سعوديين وكانوا سوريين أه يعني الجو العام الحمد لله رب العالمين مرتاح فيه أه الامور ماشي <سؤال> مثل ما مثل ما <طموحاتي> مثل طموحاته <هن> ومثل طموحات جميع التعاونيين الحمد لله رب العالمين حب الجمهور هون إلي اكيد هذا عامل مهم الالتزام الاخلاقي بإدارة النادي واللاعبين وانه في مصداقيه بالتعامل كمان هذا شيء مهم والاهم انه صارت الامور مثل ما بقولوا انه نحن حققنا الشيء اللي بدنا اياه فضل انه نقطه في الثمار ان شاء الله سنتجي ان شاء الله يا سلامك, الله <سلامك> بالمناسبه التعاون اعتقد كابتن يعني ما شاء الله هذه البيئه المميزه الحقيقه في 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 الانديه السعوديه على اقل تقدير لان اليوم من النادر ان يعني انك تشوف نادي بيئته ممتازه من كل النواحي سواء كانت الفنيه والاداريه ولا حتى الماليه في انديه لا شك نماذج كويسه التعاون من ضمنهم اعتقد انتم لكم شهرين فقط متاخره بس متأخرة. صح اكيد شوف الموضوع التاخير ولا رواتبكم اول باول لا في تاخير ولكن في مزاقيه بالتعامل بقول لك أيه؟ انه خمس شهر ست شهر رح ننزل لك راتب نزل آه، خمس ينزل لك ستة راتب نزل لك راتب بفضل عندك راتب او راتبين لاعب كره القدم ممكن يستحمل راتب راتبين طالما في مصداقيه بالامور ممكن يتحمل يقول انه الامور الحمد لله رب العالمين في مصداقيه طيب. ما عم يخلفوا بالمواعيد اكيد هذا الشيء بيعمل لك راحه نفسيه طيب بعد الموسم الثاني لك مع التعاون الان قبل الفاصل كابتن تحكي عصيمي شيء والله لسه ما بتحكي عصيمي, عصيمي؟ ابدا حمصي بس بس حمصي ولا ولا مصطلح قصيمي يعني امس ها امس امس هذه قصيمي ما بعرف سعودي <applause> يا رجل امس هذه قصيمي هذه يقولوا لها كل المجتمع العربي او كل الشعب العربي لا 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 هذه كلمه امس شو تقولوا انتم امبارح امبارح اي طب بدنا نروح على فاصل استاذ <applause> طيب يا كابتن خليك معنا كابتن حنرجع لك بعد الفاصل عندنا محاور كثير حنتكلم عنها التعاون الانديه الجماهيريه الانديه السعوديه الاعلام الرياضي اشياء كثيره بدنا ننبش فيها معك كابتن ها <applause> فاصل متابعة الكرام وبعد الفاصل نعود لاستكمال الحديث مع النجم المميز الكبير جهاد الحسين. <applause> اهلا بكم من جديد في ضيف برو اليوم معنا الكابتن القدير جهاد الحسين حياك الله كابتن الله يحييك أهنا اهلا ابو عمر الله يسلمك كم عمره عمر ما شاء الله؟ اربع سنوات وعبد الرحمن؟ سنتين ما شاء الله الله يخلي لك اياهم ان شاء الله الله كابتن انت هذا الموسم ما شاء الله تعتبر من افضل صانعين اللعب في الدوري صح الحمد لله رب العالمين وبالارقام ما شاء الله انت صنعت 53 فرصه 14 منها كانت محققه وجاء بعدك تيسير الجاسم ب 48 فرصه ثم عبد المجيد الرويلي 43 فرصه احنا نتكلم صناعه فرص صح 14 منها محققه لا شك هذه الامور مبنيه على اسس مبنيه على يعني ثوابت معينه لجهاد ولنادي التعاون ايضا اكيد الطريقه الفنيه اللي عم يلعب فيها المدرب جوميز طريقه مميزه قدرت تنسجم مع جميع اللاعبين قدرنا مثل ما بيقولوا تقريبا المدرب جوميز صار له سنه وشهرين قدرنا نوصل لمراحل متطوره في المستوى الفني بالامور اللي عم يحطنا اياها، الامور اللي عم يفهمنا اياها، اكيد والحمد لله رب العالمين في التزام من جميع اللاعبين بهذا الشيء مثل ما قلت لك البيئه الممتازه لنادي التعاون يملك لاعبين على مستوى اخلاقي وفني ممتاز البيئه المتجانسه بين الاداره والجهاز الفني واللاعبين والأريحية والحكي بمصداقية أكيد هذا الشيء بيعمل صحيح. جو داخل الفريق صحيح. نسمع دائما مصطلح كابتن بأنه رجيع الأندية دائما ما يجيب نتيجة اليوم في التعاون غالبية اللاعبين الموجودين الآن الغالبية منهم كانوا يلعبون في أندية سابقين يعني في السعودية ومع ذلك التعاون يحقق نتائج ايجابيه أه مع لا الرجيع لا ما ما نقول الرجيع هو ممكن لاعب يروح ما يتوفق في نادي. ممكن يروح نادي تاني أبدع فيه، مم. حتى على مستوى محترفين ممكن يصير معنا انه تروح نادي ممكن اسلوب اللعب يختلف عن أس... عن الاسلوب تبعك او ما تاخذ فرصة ممكن ما تاخذ فرصتك بالشكل المناسب صحيح ممكن ما تكون مرتاح نفسيا، ممكن يكون عليك ضغوطات نفسيه مثلا انا اول ما رحت دبي، نادي دبي كان علي ضغوطات نفسيه مشكله نجران والفيفا والفيفا لسه ما اصدر البطاقه الدوليه تبعيتي، بعدين اجت البطاقه الدوليه تبعيتي، ممكن هاي العوامل النفسيه تلعب دور بمستوى اللاعب فالحمد لله رب العالمين لما توفرت البيئه المناسبه لقينا لاعبين ابدعوا وكان لهم بصمه في الدور السعودي ترى أن البيئه اللي انت عايش فيها الان بالقصيم على سبيل المثال هي بيئه ملائمه وناسبه لك انت شخصيا الحمد لله هذا البيئه رب اللي يبحث يعني. عنها جهاد الحسين اكيد نعم الحمد لله آه كمان كابتن بجهه اخرى فنيه انت افضل صانع اهداف هذا الموسم حتى الان ما شاء الله صنع تسعه بعدك يجي المؤشر وايفولو وفهد المولد وتيسير بسبع اهداف انت ما شاء الله عندك صناعه تسعة الحمد لله هذه هذه كمان ما شاء الله تعطيك يعني حضور اكبر اكيد اكيد انا عم العب صانع العاب لازم اكون دائما متواجد الحمد لله رب العالمين قدرنا هاي السنه نادي التعاون نكون للان الافضل هجوميا ب 49 هدف صحيح اكيد هذا شيء مميز دليل في عمل كثير كويس عم نقوم فيه في الحمد لله رب العالمين نتائج بنقول مرضيه نوعا ما، طموحنا قلت لك هاي الموسم كان يكون بين الاربع الاوائل، الحمد لله رب العالمين الى الان محافظين على هذا الطموح. نعم. ان شاء الله نكمل الطموح ونحقق الأمل. طيب انت الموسم الماضي صانع تسعه وحتى الان انت صانع تسعه، عندك لا زال الحضور بانك انت يعني تكرر هذا العمل بشكل كبير؟ اكيد الطموح موجود انه حقق شيء للفريق وشيء شخصي اكيد هذا شيء يعني ولكن عندي قناعه انه ما ممكن يحقق شيء الفردي اذا ما تحقق شيء جماعي صحيح. ان شاء الله باذن الله تعالى عن جميع اللاعبين نحن بنحكي بعضنا بغرف الملابس انه لازم نحقق جمهور لازم نحقق طموح جمهور نادي التعاون ونفوت الاسيويه بيكون اول مره في نادي في القصيم بيفوت بطوله اسيا اكيد هذا شيء كثير كبير نتمنى انه نقدمه لجمهورنا نقدمه لادارتنا نقدمه لمدربنا نقدمه لانفسنا اخر شيء لانه هي المصلحه مشتركه اخر شيء ونحقق هذا الطموح ونحقق هذا الامل ان شاء الله بس انت تتوقع ان التعاون ممكن يلعب في اسيا الموسم الجاي آه ليش لا ممكن شيء يحتاج يحتاج توفيق في الاربع مباريات القادمه وان شاء الله بتحقق طموحاتنا ان شاء الله تعالى ممكن يعني ممكن ما في شيء مستحيل في كره القدم هذا اللي نسمع دائما احنا لا ما في شيء مستحيل في كره القدم آه. اكيد وهذا الشيء شفناه بنادي التعاون الحمد لله رب العالمين ممكن ما الاول او الثاني ولكن باجماع النقاد انه نحن الفريق الامتع هذا الموسم وفريق مميز من ناحيه نتائج الحمد لله ترتيبنا رابع صحيح فرق عن الخامس سبع نقاط اكيد هذا شيء ايجابي فرق عن ثالث نقطتين في إن طموح اكيد انه نفوت باسيا وهذا الطموح مشروع طيب. طيب لما جلست مع المجلس الشرفي في منزل الاستاذ عبد العزيز الحميد قبل فتره قبل التوقيع ووقعت في خمس دقائق هل كان من ضمن الحديث اللي طرح بانه يا كابتن احنا طموحنا بعد موسمين نلعب في اسيا؟ كان هذا الحديث موجود؟ كان الحديث موجود بس ولكن ليس بهذه الصيغه كيف؟ الحديث كان موجود انه نحن بعد موسمين لازم نكون بين الاربع الاقوياء في, في, في السعوديه. انه لازم نحن نكون بين الاربع الاقوياء، طبعا اذا بتشيل الاربع الاقوياء معناتها راح لازم تفوت اسيا صحيح يعني صحيح. منطقيا اذا الا اذا طلع بطل كاس الملك مختلف عن الاربعه الاوائل، هاي ممكن حسابات ثانيه، نعم. ولكن بشكل عام الاربعه الاوائل دائما هنن بيشاركوا باسيا. نعم. كابتن في 22 مباراه انت لعبتها اساسي ما شاء الله في الدوري حتى الان، استبدلت فقط سبع مرات من الـ من 22 مباراه، لا شك انه هذا الموضوع يبغى واحد يعني يكون حاضر في كل وقت في كل وقت، بدنيا، ذهنيا، نفسيا ايضا. اكيد الحمد لله رب العالمين مستوى العمل اللي عم نقوم فيه مستوى مميز من ناحيه الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه في بتوقع ثبات بالتشكيلة عن نادي التعاون ممكن يصير في تغييرات بسبب مرض بسبب اصابه الحمد لله رب العالمين اغلبيه اللاعبين جاهزين صار عندنا شويه اصابات ولكن الحمد لله رب العالمين الفريق ما تاثر كثير لانه في عنده مجموعه مميزه بدلاء اكيد هذا الشيء بيتطلب عمل مستمر عمل دائم اكيد هي مهنتنا كره القدم لازم نخلص لها لازم دائما نسابر لازم دائما نعمل بجد ونجتهد واخر شيء التوفيق من رب العالمين اللي هو بيوفقنا وبيحمينا من الاصابات طيب بالله عاد بيني وبينك هذه اعطيني كده نسبه مئويه الى اي مدى العنصر الغير سعودي مثلا في فريق التعاون هذا الموسم كان له دور كبير لما وصل اليه التعاون الان حتى الان يعني في المركز اللي هو في المركز الرابع اعطيني نسبه مئويه يلا انت تقول بقول. انت تقول قبل شويه انه في الامارات وقطر مثلا والكويت او في الامارات والكويت يعتمدوا على العنصر العنصر الاجنبي بشكل عام بشكل عام بشكل عام بينما المحلي اقل مستوى اليوم في السعوديه انت اعطيتني اياها تقريبا يعني قلت لي ان السعودي مثلا والغير سعودي تقريبا غالبيتهم بمستوى واحد تقريبا, تقريباً لم يكن حضور اللاعب السعودي احيانا في بعض المباريات بشكل اكبر طيب الى اي مدى اللاعب الغير سعودي في التعاون هذا الموسم كان له دور بشكل كبير في وصول التعويل إلى المرحلة. أنا غير سعودي. <applause> <applause> طب أعطيني يلا نسبة. هلأ شوف هذا هل الموضوع ممكن يختلف من نادي لنادي وممكن يختلف بتقييم المستوى يعني في عندي مثلًا مثل ما شفنا الأهلي ممكن مصدر الدور الحين عنده لاعبين بس محترفين يلعبوا بشكل دائم. صحيح. محترفين من أصل أربعة يعني نص صحيح. محترفين. برا عم تحكي يعني ما تاثير صحيح صحيح آه النصر النصر الموسم الماضي النصر الموسم الماضي, الماضي اخذ بطوله الدوري حقق موسمين ورا بعضهم بطوله الدوري محترفين فقط في الملعب وممكن يزيد الثالث فممكن نسبيه هلا نحن هون بنادي التعاون الحمد لله رب العالمين اربع محترفين الاربع محترفين لعبنا تقريبا كل المباريات محللين مضبوط محللين مضبوط الحمد لله رب العالمين اكيد هذا توفيق من رب العالمين اكيد بنقول حسن اختيار للجهاز الفني وللجهاز الاداري انه تجيب محترفين مخلصين محترفين همهم للنادي الحمد لله رب العالمين انا نيابه عن رفقاتي انا بعرف داخل الاجواء الحمد لله المحترفين موجودين في نادي التعاون على مستوى اخلاقي ومستوى فني ممتاز ما شاء الله كابتن 22 مباراه في الدوري ولا بطاقه حمراء بطاقه صفراء واحده الحمد لله رب. هذا خوف ولا ولا حرص زايد ولا تكتيك لا هو ما خوف ولا حظ زياد اسلوب اللعب ممكن اسلوب لعبه انا الحمد لله رب العالمين ما عندي الخشونه الزايده انت عصبي كابتن آه لا مو عصبي؟ يعني هلا ما في حدا ما بيعصب اخر شيء ولكن بالنسبه تقييم العائله بقيموني بقول انت ما انك عصبي طيب يا ام عمر يا بتشوف حلقه العمر اكيد زوجتك بتشوف الحلقه يا ام عمر بالله لك عصبي ولا مو عصبي ها يلا راح اقول لك ما عصبي مسألة دائما انا مسألة. ايوه بسال والدي والدتي بسال اخواتي انه انا عصبي ولا لا شو يقولوا يقولوا لا أنا أشوفك في الملعب كابتن ما شاء الله عليك يعني هدي. إيه بس في أوقات ممكن تفقد الأعصاب لأنه يعني ما دائما الإنسان بيكون أوقات مستوى التركيز عندك بيخليك تخرج على الأجواء. بالمناسبة أنت كمان لاعب مية و... مش مية ألف وتسعمية ترى أرقامها ألف وتسعمية عشر دقيقة من أصل ألف يعني ألف دقيقة كاملة هذه في المباريات. انت لاعب 1914 ممتاز يعني هذه هذه تحتاج كمان ما شاء الله يعني الحمد واحد طاقته موجوده ومرتاح فضل فضل من الله الحمد لله رب العالمين اكيد هذا الشيء مثل ما قلت لك الراحه النفسيه بتلعب دور مم. اكيد الثقه المتبادله بين الجهاز الفني وبيني اكيد هذا كمان بيلعب دور كثير تسجيلك لاربع اهداف هذا الموسم اثنين باليمين واثنين باليسار تنويع وتكتيكة ها لازم وتشكيل لازم بس واحد بالراس هلا نمشيها ان شاء الله واحد يفصل بينهم <applause> اي يفصل بيناتهم إيه تحرص كابتن على التسجيل ولا على الصناعه اكثر بالنسبه لك انت؟ والله شوف ممكن احكيك هلا تقول ممكن انه في مبالغه بالكلام مم. ما بحرص غير انه يفوز الفريق بي بي هذا مفوز. يعني نسمع ترى كثير الكلام هذا أيه البعض يقول ممكن. لك هذا من نوع من الـ ممكن. مجاملة هلاء. من بعض اللاعبين انا اهم علي الفريق يفوز فينا كثير اوقات فينا كثير اوقات مثلا انه يكون بدي مصلحتي على مصلحه الفريق ولكن شوف كمحترف مصلحه المحترف مصلحه الفريق اولا واخيرا كمصلحه مصلحه المحترف بالنتيجه وليس باللعب يعني ممكن جهاد حسين يكون احسن لاعب المباراه ما ارجع دافع ما العب باص سجل هدف 1-0 ونخسر 3-1 شو استفدت انا اخر شيء ولا شيء ولا شيء شي. ولا شي. طيب هل صحيح انه جهاد الحسين يحرص على الظهور بالمباريات الكبيره اكثر من مباريات الاقل مستوى يعني تلاقي مثلا لما انت تلعب لما التاون لعب قدام الهلال النصر الاهلي الاتحاد الشباب تلاقي في جهد مضاعف عند جهاد الحسين. انا ترى على فكره هذا يعني اكثر من شخص قال لي هذه المعلومه، بعضهم لاعبين على فكره. ايوه لكن لما مش التعاون برا التعاون. لكن لما تجي في مباريات اقل مستوى لا ما يكون في الجهد المضاعف موجود. حساسيه المباراه هي تحكم اذا كان كلامي طبعا صحيح او الكلام اللي وصلني صحيح. هلا انا بدي ارد عليك ما بعرف اذا كلامك صحيح ولا ما بعرف شو راي الجمهور او شو راي المحللين، هلا دائما باللعب الانديه الكبيره بيلعبوا لعب مفتوح. دائما في لعب مفتوح، يعني لعب متبادل من الطرفين، ما في اي تحفظات من الجهتين، الحمد لله رب العالمين التعاون هاي السنه كل مباريات لعبنا لعب مفتوح، لعبنا مع الهلال لعب مفتوح، فهذا الشيء كأنا كصانع العاب لما بكون لعب مفتوح من الطرفين انا ما في علي الضغط الكبير، بخف الضغط علي، فممكن ابرز اكثر من المباريات اللي بكون فيها مثلا فريق متكتل، يعني شفنا مثلا لعبه هجر اخر مباراه، عم يلعبوا اربع محاور تقريبا، يعني منطقه العمق يعني بالنسبه لي خلاص في في بهاي بهي المنطقه صحيح اللي هي صحيح. انا منطقتي منطقه, منطقة العمق صحيح ما في لعب مفتوح يعني من طرف واحد احنا مهاجمين ونادي هجر عم يدافع طيب ما عنده شيء يخسره فهذا الشيء بيكون اصعب الامور طيب كابتن مين اكثر الانديه عندنا في السعوديه اللي تعطيك حريه للعب داخل الملعب؟ تفتح لك المساحات تفتح لك الملعب آه الانديه أيه؟ الهلال الاهلي آه النصر الشباب الاتحاد دائما بيلعبوا لعب مفتوح مفتوح دائما ما في اغلاق لا لا ما في اغلاق حتى وجود محور يعني شفنا النصر مثل الموسم اللي م... راح النصر يلعب بطريقه مثلثه احيانا تلاقي موجود ثلاث محاور مع اختلاف بعض الادوار اي اي ممكن بس اخر شيء بيلعبوا اللعب تبعهم يعني مثلا بتلعب مع النصر ممكن يكون في ثلاث محاور مصبوط مسكرين منطقه العمق ولكن هن راح يلعبوا اللعب تبعهم، يعني ما رح يكون في تحفظ، ما رح يكونوا متكتلين من الناحيه الخلفيه م. وثلاث محاور وضغط بنص الملعب، راح يكون اللعبه مفتوح، فانت رح تستغل مسا... رح... اكيد رح يتركوا مساحات، مستحيل ما يتركوا مساحات. صحيح صحيح، 2015 فاوضك الشباب؟ 2014 2014 قبل ما اجي التعاون فاوضك الشباب؟ فاوض الشباب وليش ما رحت؟ كان رئيس النادي الاستاذ خالد البلطان وفاوضني بشكل مباشر بدبي بعد استقال الاستاذ خالد البلطان ف وقفت المفاوضات خلاص صار في حل للطرفين آه. إنه استقال هو، وأنا كنت أعطيه وعد وكنا منتهين الأمور، فلما استقال هو أنا صرت بحل من الكلمة اللي بيني وبين الأستاذ خالد وهو صار في حل مننا لأنه هو استقال، الحمد لله رب العالمين كان هون التعاون عم و وفوراً وافقت. طيب، كابتن لما نقول أن الأندية اللي ذكرتها قبل شوية هلال، نصر، أهلي، اتحاد، شباب هذه كلها تلعب لعب مفتوح، بالمقابل بقية الأندية تغلق المناطق بشكل كبير، يعني ما تشعر أنت على المستوى الشخصي بالمتعة أحياناً داخل الملعب؟ لا في عندي ما أقول عندي المتوسطه انه بتغلق الف... لا 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 في عندي بتفتح الملعب في عندي هي مباريات دائما يعني مثل ما بقولوا هي حسب طبيعه المباراه حسب التعليمات المدرب الخصم حسب يعني حسب المباراه ما كل لا لا ممكن في مباريات كثير طيب شفناها انه في لعب مفتوحه ممتاز، ايش الشخصيه اللي اللي خلقها هذا الموسم جوميز لنادي التعاون برايك الشخصي؟ جوميز قدر يستغل الامكانيات المتوفره عند اللاعبين قدر يحفظ اللاعبين وشلون يقدر يطلع الامكانيات الموجوده عندهم قدر يعطينا تعليمات جديده تعليمات مفيده لنا لاسلوب لعبنا قدر يعمل توليفه مناسبه اكيد هذا الشيء كله يحسب له للمدرب جوميز الحمد لله رب العالمين العناصر مثل ما نفذت الشيء المطلوب منا ساعدت المدرب على التعليم على تنفيذ التعليمات وهذا الشيء عمل مثل ما خلق شيء متجانس خلق شيء يعني متفاهم وهذا الشيء ادى انه التعاون يظهر بهذا المستوى نعم كابتن تعتقد انت مظلوم اعلاميا انت جهاد الحسين لا الحمد لله ليس يعني. مش مظلوم اعلاميا لا ابدا ابدا كيف قصت هالامر من اي ناحيه مع انه انا ما بتفرج كثير على الاعلام إيه؟ يعني على التلفزيون قليل انت تعبتنا يلا طلعت معنا الحين <applause> نشفت دمنا على التلفزيون قليل بتفرج ولكن عندي اهلي اهلي دائما بيبعثوا لي انه انه كاتبين عليك انه عم يحكوا عليك بالكويس انه المحللين اليوم اثنوا عليك انه برامج معينه انه طلعوا تكلموا عليك وعن التعاون بشكل عام اكيد هذا الشيء بيوصلني من الاهل والاقارب طيب ليش اللاعب العربي قليل وجوده في السعوديه شو السبب؟ والله شوف هو دائما اغلبيه الانديه تحب احنا ابو عيون خضر وزرق ولا اغلبيه الانديه تطمح من عيونك كابتن ما شاء الله خضر اي خضر <applause> <applause> اغلبيه الانديه تطمح انه للاعب الاجنبي لاعب برازيلي لاعب اسباني لاعب كذا فيعني انه لاعب على مستوى عالي مع انه لاعب عربي في كثير من الاحيان اثبت جوده عالي وقدر ينجح ويحقق نجاحات كبيره الحمد لله رب العالمين مثل ما شفنا الموسم الماضي هداف الدوري سوري <applause> احسن صانع لعب سوري وهذا الموسم حتى الان سوري سوري كمان الهداف <applause> الدوري وصانع اللعب لحد الان سوريين الحمد لله رب العالمين في لعيبه عرب كثير نجحوا مثل ما شفنا لاعبي الاردنيين نجحوا اللاعب المصري نجح اكيد في لعيبه عرب كثير نجحوا اللاعب البحريني نجح في عدة عناصر عربية نجحت بالدورة مثل ما بنقول انه في عناصر فشلت <applause> كمان بالعنصر الاجنبي اللي خارج الوطن العربي كمان في عناصر كثير فشلت. <applause> <applause> طيب علي تحب نروح الى فاصل اخر وهو الفاصل الاخير ونرجع نكمل معك ان شاء الله تعالى في تفاصيل حلقتنا عندنا لا يزال في اشياء كثيره نبغى نطلعها من قلب هالرجال لحد الان ما اعطانا الا 50%، باقي عدد ال 50 الثانيه ان شاء الله ولا شو رايك؟ 40 40 40 روح على فاصل، يلا. اهلا بكم من جديد في الجزء الاخير من ضيف برو، لا زال حديث متواصل مع النجم جهاد الحسين، ابو عمر اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك كابتن احيانا اللاعب يعني ممكن يتحامل على نفسه ويلعب بعض المباريات وهو مصاب. ما ياخذ ابره ولا ممكن. يبنج نفسه ولا ولا يضحي مثلا انت في مباراتين في النصر وفي هجر في الثنتين لعبت انت مصاب. ما مصاب، كنت مريض في فرق بين الاصابه اي المرض. سوري او مريض عفوا دائما هون بتبقى يعني كلها تعيقك عن اللعب اكيد اكيد ما راح تكون عطائك 100% ولكن هون تقدير الاطباء بيكون انه الحمد لله انه ما راح يكون في مضاعفات أيوة. على صحتك فما في اي مشكله بتلعب للشيء ل... اللي بتقدر تكمله تعطيها مثلا إيه عايز بيكون بينك وبين الجهاز الفني وبين الجهاز الطبي انه انا بكون العب 60 دقيقه بتقدم بال 60 دقيقه او 70 دقيقه وبعدين بصير استبدالك ايش احلى مباراه لعبتها الموسم؟ بتتذكرها؟ هذا الموسم؟ ايه احلى مباريات في مباريات حلوه كثير واحدة انا متاكد انها في بالي بس عاد انا اشوف انا اسوي منك الهلال والاهلي تقريبا انا كنت فيه. بقول يعني صراحه الاهلي بس انت عاد قلت الهلال, الهلال والاهلي تقريبا هن احلى مباريات ايوه أحلى الاهلي اللي هي 1 1 في جده 2 2 سوري 2 2 عفوا 2 2 في جده والهلال اي واحده فيهم انتم خسرتوا رب خسرتوا, رب خسرتوا مرتين وفي السوق اللي خسرنا اللي خسرناها 2 1 اللعبتين اللي في بريده الحمد لله رب العالمين كانوا حلوات خسرناها 2 1 وربحناها 1 0 اه الثنتين كانت حلوه. لكن اللي خسرتوها فريق ثلاثة واحد 3-1؟ ثلاثة 3 لا ما كنت كانت سيئه بالنسبه لكم. كل المباريات تقريبا اللي نكون فيها في اجازه تقريبا طويله بين المباراه والمباراه تقريبا شهر يكون مستوى الفريق شوي طيب كابتن كلمني عن تنظيم المسابقه عندنا في السعوديه. انت كلاعب كره قدم اليوم محترف الدوري السعودي، هل تنظيم المسابقه بالنسبه لك كلاعب انت كره قدم، تنظيم يخدمك انت على المستوى الشخصي ولا صعب شويه؟ هلا اكيد ما راح يكون بيخدمك 100% ولكن لازم انت تتاقلم مع هذا الموضوع لانه اكيد في استحقاقات انا ما بعرف كثير بهذا الموضوع ولكن جربته بالكويت وجربته بالامارات يعني في انقطاع ممكن الامارات شوي الامور راح تكون امياز لانه بالانقطاعات بيعملوا بطوله اسمها كاس كاس الامارات آه فدائما انت تضل كلاعب من دون لعيب من المح... دون لعيبه المنتخب بدون لعيب اللي بيلعبوا بالمنتخب المنتخب. هاي البطوله لازم ما يلعبوا فيها ايوه ايوه فبتلعب انت بتضل عم تلعب يعني بضل في شيء يعني عم لك مباريات هذا الشيء بضل بحافظ على مستواك طيب في كثير من الاحاديث نسمعها كاعلاميين بانه اللي مخلي الدوري السعودي يستمر قوي هو اعلامه اولا تتفق مع هذه العباره انت او لا هلا طبعا الاعلام له دور كبير بنشر الدور السعودي بتعريف الدور السعودي اكيد اد كنت المستوى الفني ممتاز اذا ما في شيء يبين هذا الكلام ما راح يعني هي عامل متبادل يعني الاعلام طيب هل الاعلام الرياضي السعودي هو سبب في صناعه الدور السعودي بشكل مباشر انا اتكلم ولا الدور السعودي هو من صنع نفسه فنيا وتنظيميا؟ هلا هو مميز فنيا الدور السعودي ولكن الاعلام اظهر هذا الكلام فهو عامل مؤثر طيب هذا كله مدخل على موضوع الاعلام ها كله مدخل لكن انا اعرفك متحفظ انت ما شاء الله عليك كيف شايف اعلامنا كابتن؟ ما شاء تقرأ. الله تقرأ اكيد جرائد انت 100% ما بقرا بس بيوصلني قلت لك بيوصلني اخبار من الاهل من الاصدقاء من بصير يعني بصير طيب, طيب كيف يعني. شايف الاعلام السعودي؟ بشكل عام اعلام مميز للامانه اعلام مميز راح تقول لي شو السبب يعني ليه بتقول تقول اعلام مميز؟ ما انا كثير اعلامي ولكن لما بيكون في تنوع بالاعلام أه. بتلاقي في نقد وفي مدح دائما هذا شيء مميز احنا متهمين نحن ما نمدح كذا ننقد أه ما بعرف انا بشوفكم عم تمدحون التعاون الحمد لله كويس الامور <applause> <applause> لا اكيد هلا ما ساعات تكون بالمستوى الفني مثلا الممتاز اكيد راح يمدحوك مثلا في مباريات كثير مثلا ما كنت مميز فنيا يقولوا يعني انه مثلا جهاد حسين اليوم ما هذا مستوى اذا نقطني بهذا الكلام امر طبيعي أيوة. طالما ما في تجريح ما في شيء مستقصد امر طبيعي يصير في نقد في كره القدم بدون نقد كره القدم مستحيل تعيش ولكن يكون نقد ايجابي ما يكون في تجريح طيب تنوع الابطال عندنا في الدوري وحتى في المسابقات الاخرى باستثناء طبعا مسابقه كاس ولا هذا اللي الهلال مسيطر عليها من فتره تقريبا يعني طويله باستثناء البطوله اللي حققها النصر في الموسم الماضي لكن تنوع الابطال هذا دليل أهل. على انه أه؟ الاهلي حق عفوا عفوا الاهلي انا اسف شكرا كابتن الموسم اللي الموسم قبله الجبل الجبل. أه. لكن تنوع الابطال كدوري هذا يعطيك نظره بانه الدوري السعودي مختلف دوري سعودي قوي ولا انه هذا الشيء عادي ممكن اي اي دوري اخر يتنوع فيه البطل لا هل دائما نقول بين بين بعضنا اللاعبين او المتعارف ان دور الانجليزي الاقوى <applause> مع انه وصل الدور الانجليزي ست سنوات او سبع سنوات ما وصلوا نهائي تشامبيون بس ليش بنقول اقوى لانه دائما في بطل متجدد البطل صحيح لذلك بقولوا انه هو الاقوى صحيح والدور السعودي بيمتاز بهذا الكلام انه متجدد البطل هذا الشيء بي بيقول لك انه في نديه في اثاره مثل ما عم يشوف انه ممكن بطل الدورة عم يخسر مع ترتيب 12 او 13 <applause> هذا انا كنت هذا الشيء بيعطي قوه للدورة طبعا ان لما تفوت على على الدوري او على الجولي بيطلع عندك ثلاث ثلاث ارباع الاحتمالات خطا فهذا شيء بيعكس قوه الدوري وليس انه آه ضعف في, في التوقعات يعني. في التوقعات اكيد في مباريات كثير يعني العالم عم تخفق بالتوقعات هذا شيء بيعكس قوه الدوري ايوه المحللين الفضائيين تحديدا خلينا نقول على الاقل المحللين في في ام بي سي برو الكباتن اللي موجودين معنا لما تسمع نقدهم تجاهك انت كجهاد الحسين بالتاكيد المديح يعطيك يعني نظره مختلفه تشعر براحه لما احد يمتدح عملك المميز، لكن لما تنقد من المحلل في الاستوديو التحليلي مثلا، هذا الامر يضايقك ولا تشعر بانه لا هذا ممكن يعمل لي شيء افضل بالمستقبل. هلا شوف انا عم بحكيك على ام بي برو، ايه؟ طبعا معظم الموز... كل المحللين لاعبين. صحيح. لاعبين لاعبين كبار. نعم. فلما بيجيك النقد من لاعب حتى لو كان شوي فيه زياده بتتقبله، انت كلاعب بتتقبل هذا الكلام. ما لحقت على انت ما لعبت معه لا ما لعب لا لا لما كنت كان يلعب كنت عم العب انا بس ما لعبت معه لا يعني قصدي يعني لا ما لعبت لا اه ما لعبت. ولا كان ودك تسجل في الدعية اكيد اكيد شرف الواحد يسجل الدعية حارس <applause> كبير قلت لك اللاعب بتقبل النقد من اللاعبين قبله لانه بيعرفوا بيقدروا المعاناه او بيقدروا الظروف اللي عايش فيها اللاعب ممكن يعذروه طبعا حقهم النقد ولكن قلت لك طالما ما في شيء جرح بالشخصيه طالما عم تنقدني انت فنيه من الناحيه الفنيه تقول لي قلت لي مثلا قلت لي جاد حسين رجله اليسار ما كويسه مثلا إذا طلع المحلل وقال انه جاد حسين رجله اليسار ما انا كويسه شو المشكله ما في عندي اي مشكله بالعكس يعني انه انت عم تنقدني من ناحيه عملي طالما ما في شيء بشخصيتي ما عم تنقدنا اوكي ما في مشكله خصوصا انك انت لاعب فلما مثل انه استاذ صرت من لاعب ترفعت لمستوى استاذ لما بتنقدني انا كلاعب انا لاعب ضليت لاعب فبتقبل اكثر من من اللاعب النقد من اللاعب الاقدم يعني امم لما يكون محلل لاعب او مدرب بيكون النقد مقبول اكثر عند اللاعب تذكر اسوء مباراه لعبتها انت هالموسم انا سالتك قبل شوي افضل مباراه قلت الهلال صح مم. مبارتين مباراتين هلال ذهاب واياب امم سوري واحده في الكاس وواحده في الدوري اسوء مباراه اسوء مباراه لعبتها انت هجر اخر مباراه اوف معقول <applause> ممكن نوعا ما ليه أه ما كنت مريض كنت مريض وما كان في عندي مستوى التركيز عالي، يعني حتى في كثير كرات كنت اخسرها بسهولة. اه ما كان في التركيز العالي، كنت مرضان قبل المباراة، آه ولكن إنه رأي الجهاز طبق إنه ما بيأثر هذا الشيء، الحمد لله رب العالمين، يعني نزلت كملت تقريباً دقيقة 60 دقيقة وطلعت. امم كابتن مع مع يعني قرب انتهاء الدوري الآن وفي الصراع اللي موجود الآن في المقدمة أهلي وهلال والكل الان يبغى يحقق الدوري وانا اعرف ان التعاون في بعض المباريات لو تسترجع الان بالذاكره شويه ورا تقول اخ بس هذه المباراه لو ماخذين ثلاث نقاط احنا فيها ها صح؟ اكيد اكيد صح؟ ايش المباراه اللي تحسفت عليها قلت هذه حرام تروح من عندنا ثلاث نقاط، كيف مبار راحت؟ مباراه الخليج كنا ربحانين 2-0 في ارضنا صح وكنا تقريبا انغلبتوا 3-2 في اللحظات الاخيره وكنا مروحين تقريبا اربع خمس فرص محققه في الشوط الاول كيف ترجعت؟ يعني كيف ترجع ترجع تبني نفسك بعد هالمباراه آه لازم يكون اللاعب عنده مستوى مسؤولية عليه ممكن الخبره تلعب دور بهذا الموضوع انه هاي كره القدم اخر شيء ممكن تربح ممكن تخسر انت بتحط كل الاحتمالات ما في عندك آه ومثل ما بقولوا آه كره القدم ما في شيء لو بالملعب عندك كل شيء بدك تقدمه بالملعب بعد المباراه خلاص انتهت النتيجه ما في والله لو انا مسجل هذا الهدف لو انا صانع هاي الفرصه لو انا ماني عامل هيك خلاص راحت ما في لو فرصة وجيت، يا بتحققها يا ما بتحققها. نلاحظ الفترة الأخيرة كابتن صار في حكي كثير داخل الملعب، يعني بعض اللاعبين صاروا يعني يتكلموا داخل الملعب، أنا أتكلم سواء إما الفريق ضد اللاعبين الفريق المنافس، أنا ما أتكلم يتكلموا بلا سمح الله سب أو شتيمة أو شيء، لا يعني صار في حديث داخل الملعب، أول ما كنا نشوف إنه اللاعب يتفرغ للكلام داخل الملعب أكثر من اللعب. اليوم صار في كلام كثير داخل الملعب. هلا هي هاي ظاهرة ما كثير كويسة كلام مثل ما قلت لازم يكون آخر شيء تركيز بالملعب ولكن في بعض في بعض اللاعبين ممكن يستقصد إنه يستفزك مشان يحقق شيء يعني إنه لفريقه ممكن يحاول يلهيك بشغلات ثانية ممكن في لعيبة تتبع هذا الأسلوب ولكن هي لعيبة أقلية يعني من حاول من حاول هذا الأسلوب مع جهاد الحسين؟ من اللي حاول معك الأسلوب؟ لا الحمد لله انا ما حد يحاول معي هذا ابدا ابدا انت ما تعطي فرصه ولا انت هيك شخصيتك؟ انا انا شخصيتي ما يعني متعود بسوريا تقريبا سبع سنوات لعبت تقريبا سبع سنوات نلعب مان تو مان يعني لاعب ضد لاعب فمتعود ممكن يعني تتوقع اي شيء ممكن يضربك ممكن يجي يعني يستفزك فمتوقع هذا الشيء ما ترد انت صاع لا, لا, لا هاي شخصيتك ابدا؟ أي. حتى لو احد استفزك او أخطأ عليك في الملعب اهم شيء ما ي... يعني اهم شيء ما ي... ما يجيب سيره الاهل ولا اكيد بس هون بالسعوديه الحمد لله رب العالمين هاي الظاهره غير موجوده غير موجوده غير موجوده مين تتوقع بياخذ الدوري هالموسم كابتن توقع شخصي من خلال متابعه جهاد الحسين للمنافسات الرياضيه هلا انا من تقريبا من نص الموسم ما من نص الموسم تقريبا من اول سبعة من مباريات تتوقع سالوني انه مين توقع؟ قلت لهم بين الاهلي والهلال اه من عقب سبع جولات يعني سبع جولات اوف بين الاهلي والهلال وضحت الامور تقريبا اه من عقب السبع الجوله السابعه بعد سبع جولات طبعا كنا لعبانين مع الاهلي ومع الهلال انا آه. لعبان معهم للفريقين أوكي. قلت لهم هذول الفريقين هن اللي بواحد منهم يفوز الدوري ولحد الان اتوقع انه مستحيل حد يفوز غيرهم بالدوري مستحيل مستحيل طيب مين تتوقع يفوز بالدوري؟ مين اللي لا يزال عنده النفس الكبير انه يواصل؟ الحين آه. فارق النقطي ثلاثه هلا اللي لك توقعات اخر شيء هي توقعات يعني مثل صحيح وليس امنيات كذب المنجمون ولو صدقوا اخر شيء وليس امنيات هلا احنا هلا الامور الامور كلها ضلت بين الفريقين لحد الان في مباراه بيناتهم يعني مستحيل تقول مين راح ياخذ الدورين يعني الا اذا مثل توقع يعني والله يعني اجت اجت ما اجت ام شيء فنيا ما راح تقدر تقول مين راح ياخذ مين افضل فنيا؟ متعادلين متعادلين امم ولكن هلا ت... هلا هل الميزه للاهلي آه. فرق ثلاث نقاط فرق ثلاث نقاط اكيد مباراه بارض الاهلي احيانا بعض المباريات اللي على ارضك تزيد عليك المهمه لا بالعكس تزيد عليك المهمه لا شوف المنطق يقول ان المباراه اللي على ارضك هي بتكون انت اميز فيها اميز فيها هيك لازم هيك الفني هيك الشيء الاسلوب الفني او المتعارف عليه هذا اللي المتعارف عليه متعرف عندنا متعرف. في السعوديه ترى كل شيء غير ممكن تجي اللي استثناء. على ارضك ممكن تسبب لك ضغط اكبر ممكن تجي استثناءات بسيطه ولكن بشكل عام لما بتكون على ارضك بتكون اقوى لانه انت بكون جمهورك معك وهون الدوري السعودي مميز بالجمهور وهلا المباراه مباراه جمهور اهلي اتوقع راح يكون بهاي المباراه يعني بيعب الملعب لازم <تصفيق> 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 لازم بس هلال فريق ما سهل فنيا ابدا ما سهل الأ... اسمع المحللين عندنا في ام بي سي برو يرددون دائما عباره بانه دونيس خلق شخصيه للهلال مختلفه عن ما شفناه في فتره سابقه وهذه الشخصية يمكن أوجدت بأنه كل اللاعبين صاروا يسجلون في الهلال يعني ما في لاعب ما, ما, هو قادر يسجل ياسر الشهراني يسجل الزوري يسجل قلوب الدفاعي يسجلوا المهاجمين يسجل الكل يسجل هاي ميزة حتى التعاون إحنا ما في هداف عشان كذا انا كنت بقول لك نفس الكلام تعاون الحمد لله رب العالمين ما في هداف ما راح تعرف مين راح يسجل المباراه تنزل ما بتعرف مين يسجل المباراه هاي قوه للفريق هاي قوه هذه هذه شخصيه يوجدها المدرب ولا احيانا نشوفه من بعض اللاعبين هذه ادوارهم داخل الملعب ممكن يكون المدرب له تاثير كبير بهي اسلوب اللعب ايوه اسلوب اللعب طيب كابتن انا باقي لي دقيقتين ابي اسالك اول شيء امنياتك على المستوى الشخصي اليوم جهاد الحسين لو قلنا له تعال ايش تتمنى غير تقول اعطيني مليون دولار يعني هذه خليها على جنب هذا دائما سمعت، ايش تتمنى لك مليون دولار رياضيا ولا اللي تبي يعني انت ايش تبغى تقول في في في, في دقيقه على سبيل المثال شيء يحب يوجه جهاد الحسين عبر هذه الكاميرا للي تبغى لرئيس لعضو شرف للاعب لمجتمع لجمهور لاعلام لاسرتك اللي تبغى هذه كاميرتك امامك اكيد الرياضه انا برايي انه هي لازم تجمع ما تفرق ابدا صحيح صحيح أه وهذه ترى على فكره يعني مع الاسف صرنا نرددها كعبارات اكثر من التطبيق اكثر من ما ممكن نحن يعني. كلاعبين الموضوع الرياضه تجمعنا ما تفرقنا وهذا الواقع على فكره يعني. هذا الواقع لانه انا ممكن العب سنه سنتين مع التعاون اطلع لك انا في مشكله بيني وبين نجران لهلا الحمد لله رب العالمين في إلي علاقه مع اللاعبين لي علاقه مع بعض الاداريين نتكلم كلام في خلص صار في مثل ما بقولوا في خبز وملح في في مودي في ان اصدقاء بالهلال اصدقاء بالاهلي اصدقاء بالاتحاد في نتكلم معهم دائما متواصلين فهذا اللي بتكسبه ممكن تعتزل بعد سنه اعتزل او سنتين اعتزل فبتضل هاي العلاقات قائمه فهي بتجمع ما تفرق صحيح صحيح لكن شنو شنو الرساله تحب توجهها آه رساله اكيد آه بحب اوجه لجمهور التعاون اول رساله انه ان شاء الله رح نعمل كل شيء علينا ونقدم لهم الاسيويه هديه لهم بتوفيق من رب العالمين ولكن لازم يأزرونا بالملعب لنقدر نحقق هذا الشيء المباراه اللي راحت جابوا جوكم 6000 تقريبا كويس الحمد لله رب, رب العالمين ممتاز القاد يبون اكثر المراجعه لسه يعني لسه في اربع مباريات اربع مباريات مهمه صحيح آه هي مثل ما بقولوا آه مثل ما بقولوا السمره النهائيه صحيح صحيح ان شاء الله نقدر نحقق لهم كل طموحاتهم مثل ما قلت لك عندنا طموحات جميع اللاعبين جميع الموجودين في نادي التعاون انه نفوت الاسيويه آه ان شاء الله هذا حلم كابتن ها حلم ولكن ان شاء الله ما نو مستحيل نعم ان شاء الله تعالى طبعًا كابتن ترى ما تستحق احنا ما جيناك من الرياض إلى القصيم وهذه ترى يعني مش مجاملة أنت تستحق الحقيقة نجم كبير على المستوى الخلقي والأدبي وحتى يعني المهاري داخل الملعب فلذلك أنت ما شاء الله حضورك مميز شكرًا كابتن شكرًا لك الله يبارك فيك كنت الحقيقة محظوظ إنك أولًا في القصيم <applause> الله تلعب لنادي التعاون هذا النادي المميز الكبير الحقيقه اللي يستحق كل التقدير والاحترام برجالاته برئيس محمد القاسم احنا كنا نبغى نحش ابو عبد الله بس ما صار في وقت عندنا <applause> اكيد اكيد الحمد لله رب العالمين اكيد شيء مميز ان شاء الله راح نكمل على هذا الطريق نتمنى من الجميع مثل ما يقولوا نجتمع الكره بتجمعنا ان شاء الله وهي مثل ما بقولوا آه آه الشيء المميز آه هلا بالقصيم هو نادي اكيد انت عندك خبر انه مح... الاستاذ محمد القاسم رئيس النادي طبيب نفسي هو مش طبيب طبعا ولكنه انا طبيب نفساني عندك خبر انت <ده؟ س> <applause> <applause> بيشتغل <بس تصفيق> بالصحه أي. بس عندك خبر انه هو له علاقه بالامور النفسيه أي. يبدو انه هو اللي متبني موضوع الجوانب النفسيه للاعبين اكيد الاستاذ محمد القاسم استاذ كبير استاذ على مستوى اخلاقي كثير عالي اكيد بنتشكره وبنقول له ان شاء الله بنتم مع بعضنا ونحقق الطموح لج لجميع التعاونين ان شاء الله كل كم تروح سوق التمور في القصيم؟ والله رحت له مرتين مرتين معناته كل سنه شو تحب اي نوع من انواع التمور والله سكر القصير سكري, سكر. الناشف ولا المقروش ولا شو الناشف الناشف تحب الناشف <applause> مع انك انت مش ناشف ما شاء الله <applause> طري <applause> شكرا كابتن الله يعطيك العافيه انت محظوظ الحقيقه ايضا في رجالات التعاون الحقيقه ما شاء الله يعني غالبيتهم يحبون النادي ويدعمون النادي ايضا وقلبهم على النادي الحمد لله رب العالمين الله يبارك فيك شكرا فيك. شكرا كابتن جهاد الحسين لاعب نادي التعاون المميز حقيقة اللي يقدم نفسه بشكل أكثر ممتاز في الملاعب الرياضية السعودية هذه كانت حلقتنا في ضيف فبرون إن شاء الله تعالى في الأسبوع الجاي ضيف مختلف وحديث آخر أيضا من هذا النوع شكرا أيضا للجماعة في جولدن تليب هنا في القصيم تعبناهم بما فيها الكفاية أشوفكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة مع السلامة